جاهزين جاهزين حق كورس المقامات ورمضان. وش صار معاكم اليوم؟ قولولي. ابتديتوا في مبدأ كف الضرر على النفس وعلى الناس؟ شنو الخطوات اللي طبقتوها اليوم؟ أتمنى أعرف منكم، وإن شاء الله استفدتوا اليوم من الشيء السريع اللي أنا سويته اللي يخص موضوع الطبخ وكذا، وشوية معلومات البسيطة عن شاكرا الجذر. أتمنى تقولوا لي تحت هذا الفيديو. إن شاء الله اليوم كان يومكم سعيد، واليوم بنتكلم عن الجذر. يعني لبست لكم بعد أحمر دبدوبي وراي، هذا موجود كذا كذا، يعني ما لخص في الموضوع. هذا بلبل. اليوم نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دائما الإنسان لما بيطلع للدور العاشر لازم يكون مر في الدور الأول، أو بيوصل شيء عالي لازم يكون طلع سلالم أو أسانسير، دور أول ثاني ثالث كذا لحد ما يوصل العاشر. من غير الدور الأول ما فيك توصل العاشر. حتى الصاروخ إذا بينطلق من غير قاعدة تضغط وتعمل له الانفجار اللي قبل ما يطلع، هذا ما ينطلق. So اليوم اللي راح نتكلم عنه هو أساس وجودك في الحياة، قاعدتك، اللي هو مقام الجذر. للرجل وللمرأة على فكرة، يعني المقامات في الأجساد موجودة في كل الكائنات مش بس عند الإنسان، عشان شوي ما نختر في حالنا. بس هو ليش موجود عند الإنسان بأهمية أعلى؟ لأن الإنسان في حالة ارتقاء، فالمفروض أنه هو فرقه عن الحيوان والنبات، أنه هو المقامات ذي يرتقي فيهم من الواحد إلى اثنين ليوصل السابع اللي هو مقام الاتصال في الله سبحانه وتعالى. كل ثقافة، كل حضارة تسمي المقام شيء. الصينيين، اليابانيين، الهنود. طبعا أنا بالنسبة لي أعظم تسمية بصراحة ربي، يعني معلش الإضاءة تعبتني بصراحة فطفيت الإضاءة الصغيرة، ما أحب شيء يشتتني. أكثر تسمية أحبها بالنسبة للشاكرات هي المسمى الإسلامي. هل لأنه يخاطبني كمسلمة أني أنا تبرمجت ونشأت على هذا الدين؟ هل لأنه هو استفتي قلبك ولو أفتوك الناس؟ إن لما يذكر مقام قلبي ينشرح أكثر مما يسمى تشاكرا أو كونداليني أو بالسنسكريتي أو في الصيني أو في الياباني. في الصيني تسمى تشي، يعني الطاقة، مراكز الطاقة، تشي يسمونها. أحس في الإسلام المسمى وحي المقام، ما أحس أنه مسمى إنساني، يعني حد اكتشف هذا العلم وسماه من علماء المسلمين. أحس أنه وحي يعني من الله سبحانه وتعالى، لأن في عظمة كبيرة. المقام، المقامات، واو. فأعتقد أن شوي شوي لما نخلق علاقة أكثر أنا وإنتو نصير نأكد على التسمية أنها مقامات. أعتقد لأن اللفظ سعد، فإذا أنا جيت قلت مقام الجذر أو القاعدة، أكثر تأثيره على الدي أن أي حقي، على الدي أن أي، أكثر من لما أنا أقول شاكرا ولا أسمي الشاكرات بمسمياتها. شاكرا it's not my culture. أنا لما أقول شاكرا العقل الباطن عندي أو معلومات الروح، دكتور نادر يقول العقل الباطن هي الروح بمعلوماته.
بس لأن للأسف إحنا مش مجتمع علوم ما عرفوا يفسرونها، نسموه اتجهوا للتفسير الغربي. إحنا ما عندنا تفسير خاص فينا كعرب ومسلمين، دائما لازم الغرب يفسر لنا وحنا اللي نمشي وراها. هم يكتبون الأدوية لنا، هم يحطون مناهج الجامعات، هم اللي كل شيء. فالعقل الباطن هي الروح وهي معلومات الروح. فأنا لما العقل الباطن أو الروح عندي اللي عندها كل، مش يقول ربنا سبحانه وتعالى، يقول في القرآن وعلم آدم الأسماء كلها، يعني عطاه كل العلوم. والروح هي المعلومات، هي الأسماء كلها موجودة فيها، لأنه نفخت فيه من روحي، إذا كل المعلومات وعلم آدم كلها موجودة في هذا، في هذه النفخة، مش في الروح بحد ذاتها، لا، في النفخة اللي جات للروح من الله. حتى الحيوان عنده روح ويحس فيك ومشاعره معاك، بس هل هو عنده النفخة الإلهية؟ لا، أنت اللي تميزت أن عندك النفخة الإلهية. فلما تجي تقول لأذني تسمع كلمة مقام، أحس شوية بتقدير. نعم، مقام. فما أفضل بنات شباب أن احنا نقول شاكرا. أنا بقول شاكرا عشانكم. ما هو مقام الجذر؟ طبعا احنا نسمع ونقرأ وفي مليون حد طلع تكلم عن الشاكرات والشاكرات، كثير ناس طلعوا وتكلموا عن الشاكرات، الفاهم واللي مو فاهم، كل حد خذاله كورس $200 طلع قال لك انا بعالج الشاكرات، حط كركم شاكرة الضفيرة الشمسية بتعالج، حط كل شمندر شاكرا الجذر بتشفى، طل سوري اكسكيوز ماي لانجويج. امين، هذا الموضوع مش بهالتفاهة، مجرد اني انا اكلت كركم لنا سنين، مرضنا 25 سنة ما عالجنا الكركم لوحده ولا الشمندر. It's not like that. It's مش بهذه السطحية. نعم، الروح لغتها التردد والكالر اللون، لكن كيف أوصل للروح التردد واللون؟ هل هو شيء خارجي أم هو شيء داخلي؟ ما أعيب في الناس، لا، بس في نفس الوقت بليز بنات وشباب اللي تاخذون دورات في هالأمور، لا تعممون السطحية اللي انتوا تعلمتوها على الناس. قاعدين نطلع مجتمع سطحي، يعني واحدة موتيني ضحك، حبيبتي شموس كتبت النية معاك اليوم وكان اليوم قوي للنوايا، وأيضا أحاول أكف الضرر مع أني توني، يعني السطحية اللي صارت معبية مجتمعنا. يمكن واحدة تفتح تاروت، تفتح قهوة، تفتح whatever، تحدد انت برج الأسد، انت بكرة راح تسوي حادث، والكومنت انا احب اقرأ هالامور، ادخل اشوف السوشيال، كلهم سويت لهم فولو باي ذا واي، وادخل اقرأ الكومنتات، ايوه والله صدق انا، انت سبت حبيبك والله صدق. طب ما هي كلها احتمالات موجودة، إذا ما تضبط مع ذا تضبط مع ذا، وين العلم اللي فيها يعني؟ أصبح مجتمع سطحي جدا. لو ينقال لأن في الصيدلية إبرة تغزها تنزل وزنك وما فيها أضرار جانبية، يروح يركب ما عاد خلاص بسوسة. فلا نشارك حنا في هالسطحي. في الشاكرات والمقامات هي something، حاجة related من قراءتي أنا الشخصية، أنا هذه لا أعلمها لي حد ولا مخلوق، ربي ألهمني فيها، ما في ذلك اللي قاعد أقوله هو إلهام إلهي، قراءتي يعني نظريتي. الله سبحانه وتعالى عطانا الأنفس السبعة، ورقم سبعة في كل الديانات وفي كل الكتب السماوية وفي كل العلوم، مش موضوع رقم
طاقة وسيبوني من كلام بالطاقة على الشيء اللي مش متشاف في العين. لا، خلينا نكون ماديين نوعا ما في أمور، ونقول نبغى نشوف تأثير الشيء على المستوى المادي، يعني في المشخص اللي هو الناس الدورة الآن، الناس الآن تدور الشيء المشخص، في الشيء الغير مشخص. رقم سبعة، فرقم سبعة هو رقم مادي محسوب بالأجهزة العلمية، تردداته هي ترددات مكتوبة، يعني له كهرباء معينة. فلما الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الأنفس السبعة للإنسان، زي ما قلنا أمس، نفس الأمارة بالسوء، من تحت نبتدي، اللي هي وجهة نظري، اللي هي قاعدة أو مقام الجدر، الارتقاء منها بعدين إلى اللوامة، اللي هي مقام العجز أو الجنس، بعدين الراضية اللي هي الضفيرة الشمسية، مش أو المقام، مقام الضفيرة الشمسية، مقام النفس الراضية، أو المرضية، مقام المرضية، أو المطمئنة. واو، مقام عالي. أوكي، أو الملهمة أو المتكاملة. المطمئنة هي هنا، الملهمة هنا، المتكاملة هنا. نظريتي بنيتها بناء على ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمطمئنة وجهة نظري هي في المقام الخامس، وهو القلب. فبالمقام الأول أو الشاكرا الجذر، هي النفس الأمارة بالسوء. اليوم راح سولف أنا وأنتو عن أشياء ما سمعتوها قبل عن علم المقامات أو علم الشاكرات. وجهة نظر هي، مش علوم أنا قاعدة أقدم، أنا قاعدة أقدم وجهة. سو مقام الجذر اللي تعلق فيه، اللي ينحبس عنده، اللي هو أول سلمة، مقام الجذر، الكوكب اللي يمثله هو كوكب الأرض، لأن لكل مقام في كوكب يمثله، أو كوكب حاكم، أو كوكب متصل فيه، عشان احنا الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا منفصلين. أو تحسبن نفسك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، النجوم والمجرات والكواكب كلها فيك. عشان كذا الدليل حتى عيوننا، لما تكبرون العيون تلاقونها هي عبارة عن نجوم ومجرات وكواكب، بالضبط نفس الرسمة. عشان كذا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما امتلك القوة والإمكانية والقدرة إنه ارتقى في المقامات، بإصبعه شق القمر. وفي العلوم وفي الدراسات، المدارس الروحانية القديمة تقول لك إن هذا الإصبع، بعيداً وما يعرفون عن محمد عليه الصلاة والسلام ولا شيء، يقول لك إن هذا الإصبع هو اللي متصل في القمر، واللي متصل في زحل، اللي متصل في عطارد، اللي متصل في المشتري. يقسموا لك أصابعك، كل واحد فيهم متصل في أي كوكب، عشان كذا أنت لازم تقرض أظافرك وتنظفها وتقصها. قصة بعدين، يبغالي كورس كامل فيه شنو الصلة بين أصابعك والكواكب، والتسبيح على الأصابع، ولما تسبح هنا وتضغط هنا شنو يصير فيك على المستوى الجسدي وعلى المستوى الروحاني، وتتصل في مين؟ وليش احنا متصلين في الكواكب من خلال أصابعنا؟ وشنو تأثير الموبايل على هذا الاتصال؟ وليش الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبح بهذه الطريقة؟ وكيف الرسول عليه الصلاة والسلام بإصبعه هذا أشار للقمر وقسم نصين وانشق القمر؟
يعني مش تفطر، مش تكسر، مش. فإحنا مقام الجذر عندنا مرتبط، ذكروني أسوي لكم كورس في موضوع الأصابع، مرتبط. وليش سوري بعد آسفة قاطع، بس ليش المرأة تلبس خاتم الزواج في الشمال والخطبة في اليمين؟ ولا قصص واجد، فكرة مفيدة يعني. إذا إحنا قاعدة المقام الجذر مرتبط في كوكب الأرض، فعشان كذا تلاقي الإنسان اللي عنده خلل في هذا المقام يخاف من الموت، لأنه متعلق في الأرض. أما اللي ارتقى من هذا المقام موت، لأنه متعلق في الأرض. أما اللي ارتقى من هذا المقام عنده أهلا وسهلا للموت والحياة واحد. فكل الناس اللي يخافون من الموت اللي متشبتين في الأرض لازم يراجعون هذا المقام عندهم، جسديا على المستوى العقائدي، على مستوى التفكير، على المستوى النفسي. الحين بقول لكم شلون نقسم وكل عارض وش عشان يعالجونه. الجذر، مقام الجذر مسؤول عن ايش؟ مقام عنده أهلا وسهلا للموت والحياة واحد. فكل الناس اللي يخافون من الموت اللي متشبتين في الأرض لازم يراجعون هذا المقام عندهم جسديا على المستوى العقائدي، على مستوى التفكير، على المستوى النفسي. الحين بقول لكم شلون نقسم وكل عارض وش عشان يعالجونه. الجذر، مقام الجذر مسؤول عن ايش؟ مقام الجذر عند الانسان من الناحية الشعورية، الاحساس اللي انت تمر فيه، اوكي، من الناحية الشعورية هو مسؤول عن استقرارك. يعني اذا انت زي شمس ما عندها استقرار في بلد، ما عندها استقرار في بيت، ما عندها استقرار في حياة، مهددة في استقرارها، سواء هي كانت تدري ليش أو ما تدري ليش، فأنت عندك مشكلة في مقام الجذر، لأنه مسؤول عن ثباتك. عشان ما أني أنا أطلع نفسي أن أنا أحسن منكم، أنا عندي خلل في هذا المقام من صغري مش من الآن، ويمكن يكون هذا الخلل هو سبب التعلم والدراسات اللي أنا فيها. بعض الأحيان الاختبارات تجي عن طريق الأشياء اللي إحنا عندنا خلل فيها، إذا حولنا الخلل إلى شيء نستفيد من عنده. مقام الجذر هو المسؤول عن شعورك الإقليمي. شو يعني شعورك الإقليمي؟ يعني ممكن تكون وأنت طفل حسيت انك انت مهدد بوجودك، بتواجدك، يعني ابوك او امك بالغلط يحبون اخوك الاكبر منك او الاصغر منك او اختك. او على فكرة انتو شايفين انا كتبت كلمة استغفر الله، لان كان في تكملة للموضوع راحت اختفت من السناب كلها. نعت الله على الشيطان وعوانه، ترى الشياطين يدخلون في التكنولوجيا، صن هم لهم علوم في التكنولوجيا أكثر من الإنسان بمليار مرة. لما يكون في فايدة شوف. سبحانك يا رب، مصدومة ماني قادرة أكمل. عشان أنا كملت لكم شيء مرة مهم، كتبت استغفر الله بناء على تعليقي على الشيء، لأني تذكرت شيء وأنا أقول استغفر الله. لعنة الله على الشيطان، أعوذ بالله من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يا رب هالفيديو بعد ما يروح، مش سناب اللي مروحة اختفى، ما أنا سويت سنت لكل الفيديوهات. مقام الجذر على المستوى الشعوري هو أزمات نفسية، إذا هو صار
في خلل بسبب أزمة نفسية. من ضمن هالأزمات وأنت صغير حسيت بتهديد لوجودك، يعني شلون تهديد لوجودك؟ كان عندك أخو أكبر منك، أخو أصغر منك، أخت أكبر منك، أصغر منك. في لحظة ما، في موقف ما، أمك أو أبوك فضلوهم عليك أو فضلوه عليك، حتى لو في مشوار يا أخي خذوك ما خذوه. هذا اللي أنا قبل شوي قلته، قمت تذكرت موقف لي على طول، إن أنا حصل معايا الشيء توي أذكره الآن على فكرة في الفيديوهات اللي انمسحت. تذكرت إن أنا وأنا صغيرة بيبي حيل، أمي ما كانت تاخذني وتاخذ إخواني، وكنت شوف الموقف شنو حاصل الآن. شوف سبحان الله، والله أنا جالسة أتكلم عن موضوع شاكرا أو مقام الجذر يعني، وأقول من أسبابه إنك تحس إنك مهدد بوجودك، يعني بإقليميتك، يعني وجودك في وسط هذه الدائرة. فجاني نفس الشعور، كنت أحس إن هي ما تحبني طفلة، يعني ما راح أفهم إن ماما تخاف علي فتاخذ الإخوان الأولاد، ما تاخذ البنت خوفا عليها وشذي، ما راح أفسرها كذا كطفلة مرة. فكنت فسرتها ان هي تحبهم اكثر مني فما اخذتني معها. فهذا عمري يمكن 2 وشي، يعني انا ذاكرتي مرة قوية في الطفولة زي الزفت، وهذا اكبر غلط ان الانسان يكون ذاكرته في الطفولة قوية يذكر كل المآسي. فهذا يخلق مشكلة كبيرة في مقام الجذر. ليش؟ لأني أنا كجذر جيت من هذا الجذر، هذه الأم وهذا الأب، أنا جذر، أنا بذرة. مقام الجذر هو البذرة، هو العصعص اللي كل جسمك ياكله، الدود والعظام التفتت وما أدري وشو. هذا العصعص الوحيد اللي ما يصير له شيء، لو تفجر نووي ما يصير له شيء، لأن هذا اللي يرجع ينبت من عند الإنسان يوم القيامة زي ما ذكر. فأنا جاية هذه البذرة اللي أنا بذرت منها جاية من هذا الأم وهذا الأب. فلما يصير في خلل في الطفولة مع هذا الأم والأب، سواء خلل مقصود أو غير مقصود، يعني لو أنت في طفولتك، أنا في طفولتي، حد بابا أو ماما عاملونا سيء مقصود أو عاملونا سيء مش مقصود، أعتبر أن رسمي صار عندنا خلل في مقام الجذر، لأن احنا جينا من هذا المقام حقهم، حنا جينا من مقام جذرهم. في اتصال ما بين رحمي ورحم أمي، في اتصال ما بين أعضائك كرجل وأعضاء أبوك اللي هي تسمى البروستاتا، تمام؟ ففي اتصال. فأول خلل يمر في الإنسان، إذا هذا الاتصال صار فيه خلل، اللي هو بداية بسم الله الرحمن الرحيم، عشان كده أخطر شيء الطفولة. ف بعض الأحيان ممكن أم وأبو يكسون، أعرف واحد يعني الله يستر عليه عايش الدور إنه فارس. ليش؟ لأن أمه وأبوه قسوا عليه وهو صغير إنه يبون يطلعونه رجال، كانوا يكسون عليه عكس إخوانه، ليش بيطلعونه رجال؟ الله وكيلكم كل العقد النفسية اللي في الكوكب فيه، لأنه ما أخذ حب ولا حنان. حتى لما يكلم أمه شلونك طال عمرك، الله يحييك طال عمرك، قلت هذا وشو يكلم حد عنده معاملة معاه، يعني كلش ما احس فيه ما احس فيه كلام حب. الأمه تحبه ويحبها بس ما في هذه يمه شلونك حبيبتي، متى تزوجك، ما اقول لكم اي اخوانه يناديهم ابو فلان ابو فلان، ما يناديهم بس ما هم ينادونه ابو فلان ابو نعال. فهذا اكثر شخص هو ويحسبون انهم يحسنون صنعا، هذا أمه وأبوه أكثر ناس. هذا الشخص أمه وأبوه اعتقدوا أن أهما كانوا يحسنون صنعا،
والله جابه شخص مكلكع، عنده كبت عاطفي، كبت حتى جنسي. ليه؟ لأنه ما عنده هو فاهم انه هو فارس، انه شجاع الشجعان، وشخصيته جات تف. بالتالي هذا الصبي شنو راح يعطي لأولاده لنسله؟ هو أخذ من مقام الجذر من أهله عدم الأمان، عدم الاتصال، فإيش راح يعطي لأولاده؟ هم نفس التربية والرسمي، تحس يعني أبوي شريكة في الحياة ولا يمكن حياته كلها بشت كلكع. هذا اكزامبل، ربه ويطلع رجال. الآخر ممكن، يعني ممكن شخص وهو كبير، مش ضروري طفولته تهبل يا عمي، خلينا نسلم ان طفولتك ما في مثلك. كلنا طفولتنا نال. كبرت وفي المدرسة احنا مو قلنا مقام الجذر هو رمز لوجودك الإقليمي، يعني انت اللي سنتر والإقليم حولك. كبرت وفي المدرسة المس ولا الأبلة ولا المدرس فضلوا حد عليك بنفس مكانك في شيء ما، هذا كمان نفس الشيء أثر. وكمان أكثر ناس بيكونون متأثرين في هذا المقام إن لم يكون روحانياتهم عالية ويتعالجون، يعني هم إخواننا الفلسطينيين، إخواننا السودانيين. الآن أي بلد مرت، إخواننا العراقيين، اللبنانيين، السوريين، أنا أتكلم عن الوعي الجمعي، مين اللي صار عندهم مشكلة في هذا المقام؟ أو أي بلد تعرضت لحرب واضطروا يهاجرون. ليه؟ لأن هذا مقام الجذر، الارتباط بالأرض، بالمكان اللي أنت اخترت أنك تولد فيه. فلما يكون في رحيل، سواء أنت رحلت لأنك تبي تطور من حياتك، أو أنت رحلت مغصوب، بالأخص المغصوب حطوا 2000 قوس، هذا المقام كثير يتأثر على المغصوب على الهجرة كثير. أو مثلا أنت مغصوب نقلت من شغلك، أنت حسيت باستقرار في شغلك، في مكان شغلك، سواء في بلدك أو مش في بلدك، ومش في بلدك العنين، أنت أوردي كذا كذا مش في بلدك، وكمان في نفس مش بلدك شغلك اللي هو ثباتك تهدد فيأثر. إذا إحنا كلنا متأثرين بهذا المقام، عندنا خلل فيه، إلا من رعاها الله. مين هذا اللي رعاها الله؟ نجيب سيرته بعد شوي. مين اللي سالم من هالقصة؟ هذا على المستوى الشعوري. على المستوى الجسدي، قبل ما أروح على المستوى الجسدي، تذكرت آية، أذكر كنت في الطائف قريتها، كانت في سورة النساء. عادة أنا أقرأ القرآن قبل أنا أتفكر، مش بس أنه أتسابق أني أقرأ وأطلب من الله التفسير. في آية استوقفتني، خوفتني، تقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. لحظة، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك، بقراها من الموبايل لأني مش حافظتها كلها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. في لما تكلمنا عن الهجرة، مش لأنك ظلمت حد ثاني، ظلمت نفسك، يعني كمان ظلمت نفسك
كمان سمحت لها انها تستضعف وتستضعفك الناس وتكفخك وتستغلك ويجور عليك حاكم ولا يجور عليك مدري من ولا ابوك ولا والشارع ولا مدري من يجور عليك. وفي كمان ان ظلمت نفسك في انك ما حررتها من هذا الظلم او الاستضعاف اللي انت فيه. فوق هذا انت بترمن، يعني فوق هذا انت بيحطونك في جهنم. تفسير خطير. طب ليش ربنا سبحانه وتعالى قاعد يقول تهاجروا فيها مش إليها؟ لأنه احنا باللغة العربية الهجرة من إلى، سو من الكويت إلى السعودية، السعودية إلى قطر مثلا. ليش في فأرض الله واسعة؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الكوكب الأرض. احنا مقام الجذر مرتبط بكوكب الأرض. في علم النفس، جالسة أربط معاكم ترى الحين على الهوا، هذه الأمور تحصل معي. في علم النفس يقول لك إذا أنت هاجرت من الشيء إلى عكسه أخذته معاك. يعني أنا هاجرت من زوجي لأني أبي أتخلص من زوجي، هاجرت لأستراليا. رسميا راح أجيب واحد يشابه زوجي في حياتي في أستراليا. إذا أنا هاجرت أو أنا طلعت من هالمكان هربا من الفقر، هربا من الفقر إلى الغنى. أنا مش بروح أغتني لأني أنا أحب أكون ثري وأساعد الناس وأتمتع في الحياة وأشكر ربي وأحس إحساس السعادة والنعومة، لا، أنا بأهرب من الفقر إلى الغنى. ففي علم النفس أو التنمية الذاتية خلينا نقول، ممنوع تهرب من الفقر إلى الغنى. أنت المفروض تكون طامح، عندك طموح ورغبة في الثراء لأجل أنك تكون مرتاح وليس هربا من. فجالسة أربط، شوف سبحان الله كيف كلام ربي دقيق، الله جميل وعلمي. تهاجروا فيها، يعني لازم الهجرة تكون بالرضا، أني أنا رضا الله واسعة وأنا أروح أهاجر حتى ما تجيني أزمة، حتى ما تجيني أزمة في مقام الجذر وهو الارتباط في الأرض، في الوطن اللي أنا اخترت أني أنا أنولد فيه. فقال لي أرض الله واسعة والأرض مرتبطة في مقام الجذر، فتهاجروا فيها مش من إلى، يعني ما تهرب من المصيبة إلى عكسها، لأن المصيبة راح تلحقك. فممكن مش ضروري تهاجر برا البلد، من مدينة لمدينة أرض الله واسعة يا أخي، من وظيفة لوظيفة أرض الله واسعة، بس اطلع بحب وفي رغبة للتطور وإيجاد السعادة، مش هربا من الحزن أو هربا من الاستضعاف أو هربا، لأنك أنت ما راح تلاقي قدامك هناك إلا الشيء اللي أنت هاجرت بسببه، هربت بسببه. حتلاقي نفسه بس بمشخص بشكل آخر، بشخص آخر، في موقف آخر، لكن نفس الشيء حيلحقك. واو، شوف سبحان الله كلام ربي عميق وعلمي. لو نبغى ناخذ من القرآن علم، كله علوم، روح كلها روحانية، نفس كلها نفس. أنا الآن خطرت لي هذه الآية وجالسة أربط. فعشان ما يصير لك هذه الأزمة الجسدية والنفسية، بس الأخطر من هذا كله إنه الله قال لك أنت الملائكة حترميك في جهنم وساءت مصيرة لو ظلمت نفسك. أرض الله واسعة وما هاجرت فيها، مش ضروري الهجرة برا بلدك إن لم تكن عندك أزمات في بلدك، في مدينتك، في المكان اللي أنت كنت مستضعف فيه. أرض الله واسعة، يا أخي اختار وظيفة ثانية، يا أخي اختار زوجة ثانية، يا أخي اختاري
مكان مستضعف فيه، بيئة مستضعف فيها، زوجك مستضعفك وظالم وجاير عليكي، خلاص أرض الله واسعة، ما وقفت الدنيا عليه. أخوك، أمك، أبوك، أي حد، خلاص وظيفتك، مديرك، أي حد، فكنا، وإلا ستحاسب على أنك رضيت أنك تكون مستضعف وما عرفت أن أرض الله واسعة. ومقام الجذر مرتبط بأرض الله الواسعة، بس لازم تهاجر بحب، يعني تحل مشكلتك هنا ومن ثم تهاجر فيها، يعني ما تروح من غير ما تحلها بحب، تحلها بحب وتحس انك سامحت اللي استضعفك وتروح فيها، لأن فيها معناها غير إليها، يعني غير مرغم بحب. على المستوى الجسدي، شنو أضرار مقام الجذر؟ سجلوا. الغدة الكظرية هي اللي مرتبطة في مقام الجذر. فين توجد الغدة الكظرية؟ توجد بالضبط فوق الكلى، ورا الكلى وفوق الكلى، فوق. الغدة الكظرية في جسم الإنسان على المستوى الصحي احنا نتكلم، هي مسؤولة عن فرز هرمون الكورتيزول، أو بعد ما يسميه الكورتيزون. حتى فحصوا، خلي المختبر يجي يعمل لكم فحصين، واحد 7 الصباح وواحد 7 المساء، أول ما تصحون والمساء، بيشوف بناء على هذا الفحص الصباح والمساء، مرتين في اليوم يعمل الفحص، كم هرمون الكورتيزول عندكم مرتفع ويلعب، اللي هو مسؤول عن الغدة الكظرية اللي هي مرتبطة بمقام الجذر. طيب أنا لو كان عندي خلل في الغدة الكظرية، ما هي الأعراض اللي أنا أحصلها بسبب هذا الخلل على المستوى الجسدي؟ مستوى الجسدي المفروض ان الادرينالين، هذا الهرمون اللي هو يؤدي للخوف، اللي هو لما الانسان يتعرض للخطوره، اذا ركض وراك نمر، اذا حد بيذبحك، حرامي بيدخل بيتك، خفت على عيالك، خفت شيء، يعني الخوف ده انك حاسس بخطر، بالتهديد. مش قلنا احنا مقام الجذر هو تهديد للاقليم، لكيانك في الاقليم؟ نفس الشيء سبحان الله على المستوى الجسدي، هذا الهرمون يفرز في الجسم عشان يخليك بحالة إيش؟ بحالة رجفة، بحالة أمرجنسي، حتى تهرب، لأن الجسم ما يفهم شنو الموقف الخارجي، يفهم أنه في تردد وصلة، في خطر، في خوف من ناحية تهديد. فالجسم أو الغدة دي تفرز هذا الهرمون علشان أنت تحس بهذا الخطر، علشان انت تصير تجري وتركض، ان ما يجي ياكلك وحش او whatever الموقف المرعب اللي انت فيه، اللي هو الحماية، فيصير قلبك يدق دق 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 بسرعة، بالاخص الناس اللي تجيهم نوبات دق القلب بسرعة، هذه الحرام، يصير التعرق، يصير ترجف، بعض الاحيان الناس يصير ترجف، يصير يبردون ويرجفون، هذا هرمون الكورتيزول. او انت ما فيك شيء من برا، بس كل هذيل حاصلين فيك من داخل، يعني معناه هرمون الكورتيزول عندك عالي، يعني كلهم احساس غضب داخلي 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 في كل هذيل، بس برا انت مو محسوس. ارتفاع الضغط من ضمن هالامور. فهي الالارم الغدة الكظرية، فلما تنهك الغدة الكظرية بسبب ارتفاع هرمون الكورتيزول كل الوقت، ليش؟ لأن كل وقت أنت معيشها بحالة إنها جرس انذار، إحنا في خطر، إحنا في خطر، إحنا في خطر، إحنا في خطر، إحنا في خطر. بناء على إيش هذا اللي إحنا في خطر؟ بناء على الفكرة اللي في بالك من الموقف اللي أنت مريت فيه. فلو أنت الموقف اللي مريت فيه اعتبرته تهديد لك، هذا اللي راح يصير، طوارئ شغالة في جسمك، وهرمون الكورتيزول والأدرينالين والغدة الكظرية، وقصتك قصة تلخبطة أنت ما تدري عنها، اسألوا أي دكتور عالم يفهمكم وش بيصير في هاللحظة.
لكن لو كانت فكرتك عن هذا الموقف لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أكيد الخيرة فيما اختار الله، أكيد لعله خيرا. ها هذيل مين قلنا اللي لم اللي اللي الله سبحانه وتعالى اللي ربنا من عليهم في إن يعالجون نفسهم وقت في وقته من الحالة اللي تأزم لهم مقام الجذر في اللي يمرون فيه. كيفية تفسيرك للموقف هو اللي راح يخلي عندك هذا المقام في مشاكل وفي أمراض وفي على المستوى النفسي. يو ما تكلمنا على مستوى الحظ، ما تكلمنا هذا المقام لما يصير في خلل الحيوان يعيش أحسن منك ومني بكثير بكثير، لأن هذا أساسك. هنا احنا مش قلنا احنا عند الله سبحانه وتعالى خلق لنا 7 أنفس اللي ذكرها في القرآن، ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، الملهمة الراضية رحم الله. طيب، وفي على المستوى الجسدي أشياء كثيرة على فكرة، حتى ألم رجولك، الناس اللي عندها ألم في رجولها، الناس اللي عندها عدم قدرة فجأة على المشي، الناس اللي عندها تسويف، شباب والبنات اللي يقول أنا عندي تسويف، يعني أنا أنوي على شيء وما أقدر أسوي، ما عندي الطاقة أني أنا أسوي، عندي نظام التسويف يسمونه، أني أنا ما أتمم عملي أو النية اللي أنويها أو الشيء اللي أبغى أسوي، هذا عنده مشكلة في هذا المقام، عنده خلل. إذن كيف نعالج أنفسنا في أن هذا المقام يشفى معانا؟ كيف نشفي هذا المقام عشان ما نتعرض لهذا كله؟ لازم الصفات اللي خلل هذا المقام يطلعها، مثلا حب الشهرة. أنا في يوم كنت أحب الشهرة أول ما طلعت، أنا الآن أكثر الناس اللي ووو ليتني ما اشتهرت، وربي وفي كل مرة العالم تعتقد إن في ترند طالع أنا مسويته، أقول ربي أنت تعرف إني أنا أهرب من موضوع الشهرة، هو بس يعلم. الحمد لله عالجته أنا. فما المفروض تكون ساعي للشهرة؟ الشهرة تبيك هي تسعى لك، لا تسعى لها أنت، هي الأساسية واحدة. 2، البخل من صفات النفس الأمارة بالسوء اللي تسيطر على مقام الجذر عندي، تسيطر على مقام النفس الحقيقية عندي. البخل، لازم أكون كريم بمشاعري بفلوسي بعطاياي، لا إله إلا الله. البخل، حب الشهرة، الغرور، لازم أنا أكون عكس الغرور إيش؟ البساطة والتواضع. خلونا الأمور بالأول تنحل عن طريق شو يقولون؟ عن طريق القرار، مو والله روح جيب شمندر وكل لون أحمر تشفى البس أحمر، لا، هذه أمور خارجية. الله أكبر، أذن عندي الأذان الأول، يلا بخلص عشان بشرب ماي وبصوم إن شاء الله. فقلنا أنه الغرور، التكبر، البخل، حب الشهرة، الحسد، والغفلة عن ذكر الله، هذه كلها من الأمور اللي ما يذكروا لك إياها في لما يقولوا لك عن الشاكرا، عن ذكر الله، هذه كلها من الأمور اللي ما يذكروا لك إياها في لما يقولوا لك عن الشاكرات، ولا شاكرا والشاكرا، وخذ كركم وخذ قرفة،
الله أكبر، كل طماط أوكي البس أحمر، هذه من بعد ما أكون خلصت الأساس، من بعد ما تكون تخليت عن الصفات اللي خلت لي هذا الخلل في المقام هذا، في وعي. أما في طفولتي وعدم وعي، هو إني يجب أن أسامح أمي وأبوي إذا غلطوا في حقي، عشان أنا أكمل حياتي وأشافي هذا المقام، وأسامح مديري وأسامح الزعيم اللي خلاني أهاجر، وأسامح أي حد هدد وجودي الإقليمي في مكاني، هددني من مكاني أو مكانتي. خلقته، هذه الخطيئة الأولى، خلقته من طين، خلقتني من نار، هاي خطيئة إبليس إحنا جالسين نكررها وكأنها أحفاده. ما رضى إبليس، كانت شنو مشكلته؟ إنه آدم حس بتهديد بوجوده الإقليمي، فقال أنت فضلت علي إن أنا. فإبليس لما حس بالتهديد الإقليمي، مع إنه آدم ليس من جنسه، فحس بأن في حد أهم منه جاي هذا المكان وراح ياخذ الاتنشن، ففعل من بعد ما كان يقال انه طاووس الملائكة او من عظماء الجن، فعل النفس الأمارة بالسوء بسبب رفضه تفضيل الله كائن ثاني غيره عليه. ممكن هو يكون غبي، ممكن هذا حتى اختبار له ولمكانته العلمية، لانه ابليس من اعلم العالمين، علوم كلها في راس ابليس. فكأنه احنا احفاد ابليس، لما يجي حد يفضل حد علينا ما نرضى نقول خلقته، فكأنه نكرر نفس الخطيئة، وتشز هي اول خطيئة في الكون. اول خطيئة مش قابيل ذبح هابيل، لا، اول خطيئة هي تفعيل النفس الأمارة بالسوء والدمج او الخراب اللي حصل في مقام الجذر بالأول عند إبليس. وإحنا قلنا أن المقامات موجودة في الجنة وفي النار، وعند الجن وعند الإنس وعند الحيوان وعند النبات، السبعة موجودين في كل حد، هي مقامات، هي درجات أوكي، وليس صفة. ففعل إبليس النفس الأمارة بالسوء في ذيك اللحظة اللي رفض فيها هذا التهديد للإقليم، الكيان حي. فلو جينا كررنا هذه الخطيئة الأولى ما نفرق شيء عن إبليس، فلازم نسامح، لازم تسامح أمك وأبوك. وارجع بذاكرتك وانت طفل، لو فأنا لازم ما أخذ هذه الترددات للخطيئة الأولى، الخطيئة الأولى اللي بسببها إبليس وسوس، نزلوا اهبطوا منها، هبوط المكانة، مش بس المكان، اهبطوا هبوط مكانة ومكان بسيدنا آدم، تمام؟ فهذا الهبوط في المكانة again من مقام الجذر، خلى الإنسان من ذاك الوقت يمارس هذا الخطيئة بالتكرار، أمي وأبوي وجدي وحنا ناخذها. فلازم نسامح ونغفر من أساسيات تشافي هذا المقام. كيف؟ بأن احنا يوميا نذكر أنفسنا بأي شخص أساء لنا على مستوى كياننا ووجودنا، منافسك في العمل، منافسك في الجامعة، منافسك في البيت، منافسك في من يكسب ودمك وأبوك أكثر، منافسك معنا، حاكم، لأن كما تولون يولى عليكم، الحاكم ما يجي ظالم إذا مو الشعب مستعد للظلم، عشان كذا ربنا الآخر في جهنم للي ظالمي أنفسه. فكل حد لازم تسامح كل شيء مهما مريت فيه، عشان تبتدي تحس في التغيير ويحصل لك التغيير ويحصل لك طوق النجاة. هذا أول خطوة. دايما السماح على المستوى الصحيح، الطاقة الروحاني الجسدي، بيستغفر الله بالاستغفار، يرسل السماء عليهم مدرارا. انت الاستغفار مش بس عشان تجيك فلوس مدرارا، لا، رحمات،
علاجات، تشافي، حظ، قوة، بركة. اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. فالاستغفار مدرارا. سو أول شيء الاستغفار. ليه؟ لأن أنا ما في أجين، أعيدها لكم دائما أكررها، ما في ألبس ثوب نظيف على جسم وسخ مش طاهر، وسخ في وسخات في شيء. لازم الثوب النظيف تكون واحد ما أخذ شاور ولابسه بتعطر بعد. سو أول شيء إني أخذ شاور، إني أنا أتنظف، في إني أسامح. أتعطر بإيش وألبس عقب الدور، ألبس التشافي الكامل. الذكر المربوط بالنفس الأمارة بالسوء، وهي رسالة روحانية كانت هدية من الله لسيدنا العالم الشيخ الكبير العظيم الواصل الموصول الشيخ عبد القادر الجيلاني. قدر أن يحصل على الأنفس السبعة. الشيخ عبد القادر كان يقعد في الصحراء 10 سنين لوحده بس يتعبد، فهاي العالم وصلت مقامات يعني صارت تجيب الحلول. فمن ضمن الأنفس السبعة على الطريقة القادرية، وجزء اللي أنا ربطتها في الشاكرات والمقامات، هذا ربط من عندي، هذا شو يقولون اجتهاد شخصي، أوكي، هو أنك تذكر ورد لتطهير هذه النفس. ورد لا إله إلا الله كم مرة؟ ما تتفاجئون من الرقم، بس لو تعودتوا عليه راح يصير مرة سهل، مرة سهل تسوي. أنا جربت 100,000 مرة ورد لا إله إلا الله. ليه؟ لأن احنا بنتكلم عن مرض قديم فينا أثر علينا على كل المستويات، يؤدي فينا إلى جهنم في الآخرة وفي الدنيا نطيح حظنا صحيا نفسيا وكل. أدري أن الرقم كبير، بس هذه رسالة حملت لي 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 لأفاتار الروحانيات في الكون، فهو حملها للناس. 100,000 مرة تذكر بشروط، هذه لهذه النفس، احنا في لهذا المقام، احنا هنا 7 مقامات، خلينا نبتدي في هذا. وممكن تعاد حسب إذا أنت حسيت أنك تخلصت من هالصفات اللي تكلمنا عنها، الصفات السيئة اللي فيها تخلصت، أنك تحسد الناس على اللي عندهم، أنك تقارن نفسك، أنك اللي ذكرناه 100,000 مرة. تكون لما تجي تذكر أول شيء تكون لوحدك، مسكر بابك عليك، في شغلك، في أي مكان لوحدك، متوضي ومتقبل القبلة. يقول لك الشيخ عبد القادر انه رضي الله عنه، في هذه الفترة اللي انت تذكر فيها 100,000 مرة بنية صادقة وبتركيز، اللي هو لازم يذكر بهذا الطريقة، لا إله إلا الله، الله، اوكي، باللفظ الصح، لا إله إلا الله، 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 لأنه ألف لام لام ها تنطق بتكرار اللام عشان يطلع التردد حقيقي وصحيح وأنت تستفيد منه وتسمع نفسك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، 100,000 مرة، مش ضروري في جلسة واحدة، عندك وقت يوميا تعمل لك ورد، يوميا تعمل ورد لحد ما توصل 100,000 بتركيز. تحدد أوقات الصلوات، بعد الصلوات، المهم تكون صليت لك ركعتين لوجه الله بنية أنك المبايعة لنفس الأمارة بالسوء. أول شيء تحط النية وتبتدي بالتطهير، تستغفر، بعد كذا بتخش على لا إله إلا الله، إلا الله، الله، لا إله إلا الله، okay. هذا ذكر وورد النفس الأمارة بالسوء 100,000 مرة، ما ينقص مرة، 100,000 كاملين. يقول لك في هذه المرحلة راح تبتدي تشوف منامات مزعجة،
تجاوزها. ممكن تشوف حيوانات، ولكل حيوان رمز. ذكروني أكلمكم عقب لنا بيأذن عن الحيوانات اللي راح تظهر لك، الأفاعي، الكلاب، الخنازير، كل حيوان فيهم راح يظهر لك في المنام هو عبارة عن صفة كانت فيك في نفسك الأمارة في السوء. كل الناس اللي جربوا هذا الموضوع، أنا ما أبغى أتكلم عن نفسي، خلوا هذا الشيء يصير لي، كل حيوان راح يظهر لك في المنام في أثناء هذه الرحلة وانت تخلص 100,000 هو عبارة عن صفة من صفاتك اللي كانت فعالة في النفس الأمارة بالسوء. فاستغفر وتجاوز، استغفر وتجاوز. حد ما تخلصون ذكر 100,000 حسيتوا ان لسه موجودة النفس الأمارة بالسوء قاعدة تأمركم بالسوء، تأمرك انك تسرق، تأمرك انك تخون، تأمرك انك تنافق، تأمرك انك انت تكون احسن من غيرك بمليون مرة، تأمرك، حسيتها لسه فعالة، ارجع عيد 100,000 لحد ما تطهر منها. هاي من اقوى العلاجات الكونية، هذا اقوى علاج كوني. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الا الله، الله لام لام تلفظ صح، ممكن كذا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله، بأربع اتجاهاتك 100,000 مرة. والمفروض أن ما تطول فيهم، يعني مو تقعد أشهر واجد، يعني الفترة إلى 6 أشهر إذا بتخلص هذا الذكر. أنا كنت في اليوم الواحد أوصل 15-20,000 مرات، 30,000 ذكر في اليوم الواحد. لكن كنت وانا اتحرك اذكر، هو لا يفضل انك انت وانت ثابت. صح ان سبحانه وتعالى قال في القرآن يذكرون الله يعني على جنوبهم وكذا وقائمين وقاعدين، لا، لكن في هذا الذكر، هذا الورد، يفضل انك انت متقبل القبلة ومخلص ركعتين لله وتبتدي تذكر، وعندك مدة 6 أشهر تخلص في هذا الذكر وتعيد في حال حسيت انه لسه. والأحلام اللي راح تجيك كل حيوان له رمز من صفة من صفاتك في النفس الأمارة بالسوء، عشان تتأكد أن هذا الورد فعالة ولا. السر هي الأحلام اللي راح تشوفها، هي الحيوانات اللي راح تشوفها في الأحلام. هذا أقوى علاج لمقام الجذر. الكركم والشمندر والطماط ونلبس أحمر، هاي بعدين لما نخلص نبني هذا البرج عقب نأثر. أول شيء نبني هذا البرج. أتمنى وأنوي من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني ويرزقكم المعرفة والخير، يرزقنا الطهارة والتطهير والخير، لأنه يد الله لو انمدت علينا ما تحتاج مننا هذا المجهود في ان احنا نتطهر. لفت من ربي طهرنا كاملا. فلا اله الا الله هي العلاج الشافي الخالص من هذا المرض، جسدي، نفسي، العقلي، الروحاني، سمي اللي تسميه، من مرض الخطيئة الاولى إبليس وآدم. مقام الجبر. يا رب يسامحني ويغفر لي ويوفقني، يعطيني القدرة على أني أنا أطهر هذا المقام وأشفيه وعيد وزيد لحد ما هو يرضى عني. ويعطيكم القدرة إن شاء الله. الموضوع ترى مو صعب، بس يبيله محبة ويبيله إصرار، بلا جهاد النفس الأمارة بالسوء. هذا أعظم أنواع الجهاد، مش نروح نذبح الناس تحت مسمى الإسلام، هذا هو الجهاد، هذه نفسك الأمارة بالسوء أنك تجاهد عليها. أنا أحبكم. قناتي على اليوتيوب راح أنزل لكم الرابط الآن، اللي ما شاف يشوف على قناتي، اعملوا لي فولو سبسكرايب ولايك وكومنت وكل شيء، اشتبوني سوي اللي تبون، المهم المحطة ما تضيع مننا، لازم يكون عليها تفاعل عشان ما يشيلونها.